أنا صار لي بنيجيريا 40 سنة لعائلي من رأس الماتن من لبنان. جيت أنا سنة 75. أنا تكملي لشغل عائلتي اللي مؤسسة بهالبلد من سنة 1927 لمن حضر الوالد من لبنان. أنا كنت عم بتعلم بلبنان معني مولود بهالبلد. خلقت بكانو نيجيريا ومضيت طفولتي هون وعدنا نزلنا كل المرحلة الدراسية في لبنان والجامعية. درست بالجامعة الأمريكية في لبنان في بيروت وجيت 75 لشارك بالشغل مع أهلي لأنه هاي المصانع اللي بنملكها بنيجيريا ملك العائلة. البدايات كانت 1906 لمن جدي الله يرحمه محمود مكارم اجى على افريقيا مش على نيجيريا، اجى على السنغال. بعد منا ب 21 سنه كان بي طفل لمن اجى جدي. سو لمن صار عمره 21 سنه 1927 اجى بي على كوتونو وبقى هنيك 3-4 سنين عاد نقل على ليغوس. يعني بدك تقول من الثلاثينات، من بداية الثلاثينات بيي في نيجيريا. أسسنا في البدايات يعني بالخمسينات، بلشت الصناعة 1959 بصناعة المفروشات الحديدية من طبقات وكراسي وطاولات، هذه هيك بلشت. بعدين تطورنا صرنا نعمل القساطر الحديد اللي منها بنعمل التخت او الكرسي، وتطورنا انه صرنا نعمل الفرشه لنبيعها مع السرير. اللبنانيه لهم فضل على هالبلد لانه هن من البادئين بالصناعه في نيجيريا، وظفوا كثير من النيجيريين وطبعا من اللبنانيين. انا بقول لك انه لبنان ما بنستغني عنه، وطننا الاول والاخير. لو عشنا عشرات السنين براته بدنا نرجع له. كل ما زاد العمر كل ما فقدنا اكثر للقاعده بلبنان، صار بدنا الصرف نترك ونرجع على بيروت ونرجع على راس المتن. نشتاق كتير.